والدول العربية، وعدم جواز تأثر هذه العلاقات بأي موقف مواقف فردية تصدر عن جهة أو أفرقاء لا تعبر عن وجهة نظر الدولة اللبنانية المحددة فيما يصدر عن أركانها، وفي البيان الوزاري الذي نالت الحكومة الثقة على أساسه، علما أن لبنان يعتبر أن إشكالية تقع مهما كان حجمها بين دولتين شقيقتين مثل لبنان والسعودية لا بد أن تحل من خلال الحوار والتنسيق في روح من الأخوة الصادقة وفق المبادئ المحددة في ميثاق جامعة الدول العربية التي يحتضن كل هذه الدول. فكيف إذا كانت هذه الإشكالية غير صادرة عن شخص أو عن جهة في موقع المسؤولية؟ ويهمني التأكيد في هذا المجال على أن لبنان الذي عمل دائما من أجل تحقيق التضامن بين الدول العربية ودفع غاليا ثمن هذا الخيار خلال الأعوام الماضية يتطلع اليوم إلى أشقائه في الدول العربية عموما ودول الخليج خصوصا كي يكونوا إلى جانبه في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها والضائقة الاقتصادية التي يعيش فيها شعبه، وأي تباعد عنه ستكون له انعكاسات سلبية تؤذي التضامن والتعاون بين الأشقاء. وكلنا ثقة فخامة الرئيس وأنا بأن ما حصل خلال الأيام الماضية يجب أن يقف عند حد تغليب المصلحة العربية المشتركة وعدم صب الزيت على النار، لسيما وأن لبنان ما كان يوما إلا نصير الدول العربية الشقيقة كلها، ولم يكن في يوم من الأيام ولن يكون معبرا للإساءة إلى أي دولة. كما يتطلع لبنان إلى ضرورة تفهم مقتضيات النظام الديمقراطي الذي اختاره اللبنانيون ومن أسسه حرية الرأي والفكر من دون أن تسيء هذه الحرية إلى علاقات لبنان مع الدول الشقيقة والصديقة تحت أي ظرف كان. وشكراً.